GFX Academy. السلام عليكم. أدوات الرسم والديكو تولز. الديكو تولز فيها حاجات كتير دخلت في الفلاش CS5، حاجات في الواتس نيو، فأنا بحاول أدمج الكورسين مع بعض أو الخواص كلها مع بعض الجديدة مع الكورس ده. الديكو تول الشورت كات بتاعتها U من الكيبورد أو العلامة دي، بدوس عليها ابتدي يعمل لي ابديت للبروبرتس بتاعتها، وهبتدي هنا في دروب داون منيو في الدايناميك دروينج افكت. هنا عندي حاجات كتير قوي قوي انا مش عايز اضيع وقت فيها كتير، انا هسيبها لك تبدا انت تالف فيها، بس انا هشوف لك شويه حاجات فيها. هنا عندك الفين فيل، لو انا جيت مختارها ببدا يعمل لي حاجه زي ودي، كانت في السي اس 4 وما فيش فيها حاجة جديدة. بالنسبة للحاجات التانية هرجع كنترول زد ديكو تولز، باجي هنا في حاجة اسمها هنا جريد، بضغط ضغطة، عندك هنا الحاجات دي بتبدأ تغير فيها زي ما انت عايز، كنترول زد. حاجة زي كده اختلاف الترتيب، حاجة زي كده فلور. في حاجة برضو هنا جميلة، موضوع الفلاورز والسموك والتري والبيلدينج والحاجات دي كده كلها والباركة سيستم والكلام ده كله، في الفاير انيميشن، بضغط ضغطة بدأ هو يعمل لي عمل لي 50 فريم بناء على ال50 فريم اللي انا مدخله، بقول له اعمل لي الموفي ده 50 فريم. لو انا جيت كده وجيت ضغطت على كنترول انتر بيبتدي يعمل لي النار بشكل واقعي في 50 فريم. ممكن كمان عايز اشيل ده كله، باخد اللاير دي كده على بعضها واروح جاي ديليت، ممكن اروح رايح كده كله واضغط شيفت F5 بيطير لي كل حاجه. طيب انا هاجي هنا واروح قايل له اديني واحده بس بF7، ارجع للديك تولز، هنا عندي السموك برضو هنا بيقول لك 50 فريم، انا هخليه بقى المره دي 100 فريم، واروح ضغط ضغطة واسيبه هو هيبدأ يعمل الانيميشن بتاعه على 100 وهيجي يقف هنا. بعمل لي حاجة زي كده، اغير الباك جراوند عشان يبان، بعمل تيست الموفي، حاجات كتير انت عايزك بقى تبدأ تشوفها وتقلب فيها عشان فيها حاجات لذيذة قوي زي البيلدينج والثري دي براش. يعني مثلا البيلدينج براش عندك انواع البيلدينج او انواع العمارات اللي انت تعملها كده، حاجات زي كده مثلا، في حاجة زي كده كمان عندك السكيل بتاعها العرض بتاعها، يعني هنا دي ستايلات كلها انت تبقى عارف حاجات زي كده. وان شاء الله احنا بنشرح الحاجات دي كويس جدا في كورس الرسم داخل الفلاش، هنبدأ نرسم بقوة الكلام ده كله ونربطه بمشاهد عندنا، وكمان في كورس كمان اللي هو الانيميشن بتاع الشخصيات هنحتاج كل ده. شبكة فري لانرز بتقدم الكورسين أقوية فعلا والدراسة فيها عميقة وبتكون فعلا شرح مستفيد للموضوع ده. هنشرح الدروس دي في كورسات متخصصة، كورس
في الرسم داخل فلاش متخصص للجماعة اللي مهتمين بالكرتون والجماعة الديزاينر، وكورس تاني في الانيميشن الشخصيات، ازاي اعمل انيميشن للشخصيات او تحريك للشخصيات ال2D داخل فلاش لاخراج مشهد كرتون او فيلم كرتون، وكله بتوفيق ربنا ان شاء الله. السلام عليكم.